كيف يستطيع الإنسان أن يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرها الفريد؟ فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا صرع سحر تلك اللغة، لغتي يحار العقل من إبداعها في الشعر في القرآن في الأرقام، فكأنها عطر زكي فاخر، أو دانة غنى لها إلهامي، أو عقد فاتنة بجيد فاتن، أو نسمة مصحوبة بغمامي، لكنه قد جف بعد عطائه، انظر إلى قومي ترى أسقامي. اليوم العالمي للغة العربية، اللغة العربية والشباب.